أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن المنظومة الصحية الوطنية تحرص على تقديم رعاية صحية شاملة وذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين تماشيا مع أهداف المسيرة التنموية. جاء ذلك لدى رعاية معالي حفل تكريم الأطباء خريجي البرامج التدريبية التخصصية للعامين 2020-2021. وفي كلمته الافتتاحية عبر معالي عن فخره واعتزازه بتخريج دفعة جديدة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية وبما استطاعوا أن يحققوه من تفوق وتميز طوال سنوات التدريب، مؤكدا معالي أن مملكة البحرين تمتلك الكوادر الوطنية المؤهلة وتعتز بهم، وأنها حريصة على الاستثمار في العنصر البشري للوصول إلى الأهداف التطويرية المنشودة، مشيرا إلى الدور البارز لصندوق العمل التمكين في هذا الخصوص. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن صحة وسلامة المواطنين على رأس الأولويات، مشددة على الاستمرار دائما في تفعيل السياسات والاستراتيجيات الناجعة التي تتمحور حول حفظ صحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة واستدامة المنظومة الصحية، مبينة بأن تمكين وتأهيل العنصر البشري للمساهمة الفاعلة في تقدم القطاع الصحي وتطويره من أهم تلك المسارات. وأشارت الوزيرة إلى الحرص على مواصلة دعم الكوادر الطبية الوطنية وتوفير فرص تدريبية نوعية أكثر لهم، خصوصا في ظل المستجدات الصحية العالمية. تأتي هاي الفعالية في إطار تخريج كوكبة من الكوادر الصحية اللي ستقوم في ضمن فريق البحرين بخدمة المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية في مملكة البحرين، سواء كان من أطباء العائلة، أطباء الأسنان، وأيضا من أطباء في عدد كبير من التخصصات اللي تخدم في نطاق الرعاية الصحية الثانوية، حيث يعد الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله للأداء بمهامه والقيام بالتغطية الصحية الشاملة هو من أهم الأولويات أو الأساسيات اللي عنت بها وزارة الصحة وبالشراكة مع المجلس الأعلى للصحة.